وشوشة. اللي حمسني انتج الفيلم كل حاجه، الورق والفكره ومعتز التوني وعلي ربيع وتوتا وغاده وعمرو، كل حاجه حمستني. لسه منتجة دي كلمة كبيرة قوي يعني. لسه يعني جدك ووالدك المنتجين شاربة الانتاج يعني، فمقلقتيش انك تنتجي الفيلم؟ كنت في قلق في الأول؟ بصي انا كنت فاكرة الموضوع اسهل من كده، فانا مقلقتش خالص. بس لما يعني عملت التجربة، لا هو الموضوع مش سهل خالص، مش زي ما الناس شايفاه. هو في كمية ناس بتتعب عشان تخرج العمل ده بأي شكل انتم بتشوفوه بيه ورا الكاميرا بقى. يعني في ناس ابطال بجد ويستاهلوا اوسكار، يعني بيطلعوا عينهم بتطلع عشان يطلعوا العمل باللي انتم بتشوفوه بجد ده. في صعوبات واجهتك في الانتاج؟ يعني لا الحمد لله، ما هو كورونا يعني واجهتنا كلنا، بس ما فيش صعوبات تانية خالص. خدتوا اجراءات مثلا؟ طبعا اكيد لما رجعنا تاني نصور اكيد خدنا طبعا اجراءات، وكان في دكتور موجود والكمامات لازم كله يبقى لابسها، كنا واخدين اجراءاتنا يعني 100%. تمام. ايه الجديد اللي احنا هنشوفه في الخطه؟ ايه هي الخطه؟ لا الخطه بقى الخطه يعني واضحه شويه في التريلر، ما اقدرش احرق يعني. انا لو اتكلمت عشان بقى بقول كل حاجه فهحرق كل حاجه، فمش هتكلم قوي، بس هتشوفوها ان شاء الله يعني في الفيلم. يا رب يعجبكم. فيلم كوميدي، بقالنا كتير ما شفناش حاجه لايت كوميدي لذيذه، بتفصلي كده ساعه ونص كده تتفرجي على فيلم تضحكي لذيذ يعني، بس يا رب يعجبكم. ناويه تقرري بقى تجربه الانتاج دي ان شاء الله، بس بعد ما نطمن على التجربه الانتاج دي نتكلم على الثانيه. ثاني بس ممكن تبقى فيلم برضه ولا سينما ولا مسلسل؟ لا ان شاء الله ان شاء الله سينما. هتركزي اكتر في السينما ان شاء الله؟ يعني هو السينما از ماي باشن اكتر، يعني لو جالي اكيد فرصه كويسه في المسلسلات اكيد هعملها، بس قصدي يعني ده اللي انا دلوقتي يعني بفكر فيه، بقرا حاجات سينما. مين حب الناس لابويا وكان بيخليني اقعد مش عايزه اي حاجه في الدنيا غير ان انا يعني الناس تفتكرني بكل خير وتتكلم عني كويس، مش بس هي تجربه وخلاص، وفي انسانيات. الموضوع مش مجرد شغل، الموضوع فيه انسانيات وشغل وحاجات تانية اكتر، فدي اكتر حاجه كانت يعني ده كان المثل الاعلى بالنسبه لي فيه، ان انا ابص لابويا فيه ونفسي كان احقق ربعه. شريف رمزي ممكن نشوف مثلا فيلم من انتاجك وتطلعه؟ اكيد طبعا، من انتاجنا انا وهو اصلا. عارفه ماشي. تمام. في حاجه حضرتك بتحضري ليها ولا لا؟ حاليا لسه مفيش حاجه، بس نطمن على الخطه العايمه وبعدين افكر بقى. طب اخر سؤال، ترمينا عن الكواليس غدا عادل، طيارة الأبطال غدا عادل، فين حلاوة غدا عادل؟ لا غدا يعني غدا أنا أعرفها من زمان جدا جدا بحكم بابايا ومامتي، فلا غدا انكاست جدا، وغدا أنتوا مش فاهمين هي لذيذة إزاي وعندها طاقة كوميدية عاملة إزاي، يعني لا هي قمر ولذيذة وروحها حلوة لا لا يعني ما شاء الله يعني غدا. أكيد طبعاً أكيد. ما تنساش تعمل لايك للفيديو وسبسكرايب علشان يوصلك كل فيديوهاتنا الجديدة من وشوشة.